السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنوصل اليوم في بقية الشابتر رقم واحد الشابتر هذا اللي هو عنوانه Introduction to Mechanics طيب حنبدأ يعني في شرح البروبلم وين من الشابتر هذا الهدف الأول من الشاب من البروبلم هذا أنا نعرف الصام متاع الفورسس يعني كل الريزلتنت R هتكون المجموع متاع البيو والكيو مثلا سنبدأ في الحالة الاولى هذه البيو هذه الكيوم لو نجمعهم لازم نحصل على يعني متوازي الاضلاع ناخذ الموازي لهذا والموازي لهذا نفس الشيء يعني الديجونال هذا هو المحصل ار نفس الشيء هنا بناخذ الموازي الخط هذا وناخذ الموازي الخط هذا من الناحيه الثانيه يعني الديجونال هذا هو المحصل ار يعني شايفين كل مره الار تساوي الكيو بلاس البي الحالة الثالثة والأخيرة عن هذه الكيو يعني حناخذها من الناحية هذه بتكون موازي يعني هذا يكون موازي لهذا والموازي لهذا حيكون من الناحية هذه يعني تقريبا بيكون بالشكل هذا عفوا بيكون يعني بالشكل هذا هذا هو يعني المحصل اللي هو الآر السؤال الثاني بيقول لك ريزولف اتش يعني كل قوة حنزل على المحور أول شيء بنحدد المحاور طبعا هذا هو المحور X وهذا هو المحور Y يعني العمودي حنبدأ بال P لو ننزلها بتكون هذه اكس لو ننزلها على المحور Y بتكون هذه LPY يعني المحصل كله متاع الفيكتور P والS والQ حتكون ار اللي هي المحصل حيكون عندها ار اكس على I بلس الار واي على جي طيب حنجمعهم كلهم بالنسبه للبي يعني هي نفسها يعني المجموعه نتاعها يعني حتكون البي اكس على I بلس البي واي على جي بلس نفس الشيء للكيو لو ننزلها تصبح هذه الكيو اس ولو ننزلها هنا تصبح هذه الكيو واي يعني حتكون ال q x i plus ال q -Y plus بالنسبة لل -S طبعا هي موجودة الناحية هذه بتكون هذه يعني ال اكس وهذه ال -S. هذه ال -S -Y. يعني حتكون هنا الاس اكس اي i plus ال جي هذا هو الرسالة يعني لو نجيبهم كلهم مع الاكس تحت الـ X كلهم مع بعض بتكون Px plus Qx plus Sx هذه كلها هي الـ Rx على I plus الـ Py plus الـ Qy plus Sy هذه كلها على الج يعني هذا هو كله يمثل الـ Rx وهذا كله يمثل الـ Ry هنا بيقول لك ديترماين الاكسبريشن اوف ريزلتنت ماجنيتيود الريزلتنت كيف حتكون الريزلتنت اللي هي ار يعني حتكون قيمه الار اكس سكوير بلاس قيمه الار واي سكوير كله تحت الجذر التربيعي هذه الريزلتنت ار طبعا هذه الار اكس هذه هي الار واي بالنسبه للماجنيتيود للدايركشن اللي هي الثيتا سهله الثيتا بتكون التانث ماينس 1 بتاعت الار واي على الار اكس هذه هي يعني الدايركشن طيب هذا هو البروبلم 1 بالنسبه للبروبلم 2 يقول لك ذا فور فورسز اللي هي الاربع قوى هذه الموجوده عندكم يعني الان اربع حالات عاوزين يعني اللي هي موجوده كل مره في النقطه A حسب الحاله اللي هي عندنا يقول لك تترمين ذا ريزلتنت يعني ايش في كل مره حنجيب الاف كل القوه هذه حننزلها على المحور اكس وعلى المحور واي طبعا هذا هو المحور في الحالة الأولى هذا هو المحور إكس وهذا المحور أي لو ننزل الأف على المحور هذا اللي هو محور إكس ما ننسى أنه هذا أحدد الاتجاه بتاع الإكس اللي هو هذا والاتجاه بتاعت الواي اللي هو هذا يعني هذه الزاوية تيتا طبعا هذه المقابل اللي هي بيتا يعني الأف إكس حتكون كم بما أنها مقابل الزاوية يعني هذه هي الأف إكس حتكون قيمتها كم الاف اكس حتكون يعني مقابل بما انها مقابل ومع نفس الاتجاه مع المحور اكس حتكون اف ساين بيتا بالنسبه للاف واي طبعا هذه هي الاف واي اللي هي هذا الاف واي طبعا هي مجاوره للزاويه بيتا يعني حتكون اف كوساين بيتا. شايفين في الحالتين موجب بلاس ليش لانه نفس الاتجاه مثل اف اكس نفس الاتجاه مع المحور اكس نفس الشيء في الاتجاه مع المحور واي عشان كده بتكون موجبه لو نمر للحاله الثانيه في الحاله الثانيه يعني شفتوا هنا تغير المحور واي على حسب هذا هو المحور واي وهذا هو المحور اكس يعني لازم نحافظ على الاتجاهات حسب المعطى يعني هذه هي الزاويه بيتا وهذه الزاويه بيتا يعني بالنسبه للاف اكس بالنسبه لاف اكس تساوي لو ننزلها على المحور اكس يعني الاتجاه هيكون تحت شفتوا على حسب الاتجاه يكون تحت يعني هذه الاف اكس يعني شفت الاتجاه من الـ f اكس عكس الاكس يعني حتكون لكن مجاوره للزاويه يعني حتكون ماينس F كوساين بيتا شفتوا الفرق ما بين الحاله الاولى والحاله الثانيه هنا موجب والحاله الثانيه سالب لو ناخذ الاف واي يعني هذه هي الاف واي يعني هذه هي الاف واي يعني مجاورة زاوية بيتا لكن على عكس الواي بتكون نفس الشيء ماينس اف مع انها مجاورة بتكون لا عفوا ما هي مجاورة بتكون مقابلة هذه البيتا ما هي هذه لأن هذه الزاوية وهذه المقابلة يعني بتكون اف ساين بيتا هذه هي الاحداثية تم القوة في الحالة الثانية لو نمر للحالة الثالثة في الحالة الثالثة بيقولك هذا هو المحور اكس يعني هو نفسه هذا اوكي وهذا هو المحور واي بما ان هذه الزاويه هي بيتا وهذا كلها باي يعني هذه كم المتبقى من باي حتكون باي ناقص بيتا يعني لو ننزل على المحور اكس بتكون هذا ونفس المتوسط على المحور اكس يعني بتكون هذه يعني هذه هي الاف اكس يعني الزاويه هذه هي نفسها الزاويه هذه اللي هي باي ناقص بيتا شو تمثل الزاويه هذه بالنسبه لاف اكس بتمثل يعني المقابل بما انها تمثل المقابل حتكون يعني ساين يعني الاف اكس حيكون اف ساين عفوا باي ناقص بيتا هنا موجب ليش موجب لان نفس الاتجاه مع الاكس بالنسبه للاف واي حننزلها على المحور هذا حتكون في الاتجاه هذا تحت يعني حتكون العكس والزاوية هذه هي مجاورة يعني حتكون كوساين حتكون ناقص اف كوساين باي ناقص بيتا هذه هي الاحداثيات نتاع الاف في الحالة الثالثة الحين لو نمر للحالة الرابعة بالنسبة للحالة الرابعة طبعا هذا الاتجاه نتاع المحور اكس يعني المحور اكس حيكون هنا وهذا العمود عليه اللي هو المحور واي المشكلة في الزوايا هنا عارفين ان الزاويه هذه هي نفسها هي بيتا والزاويه هذه هي الفا طيب لو ناخذ المحور هذا اللي هو موازي للمحور اكس اللي هو موازي للمحور هذا اكس يعني الزاويه هذه كلها كم هذه نفسها بيتا يعني الزاويه هذه بيتا والزاويه هذه كم هي الفا يعني المتبقي كم هذا حيكون بيتا ناقص الفا يعني شفتوا الزاويه هذه حتكون بيتا ناقص الفا بما هذا موازي لهذا يعني حتكون الزاويه هذه هي نفسها حد. يعني الزاويه هذه اللي هي بيتا ناقص الف يعني لو ننزل الاف على المحور اكس بتكون الزاويه اللي هي مجاوره اللي هي بيتا ناقص الف يعني حتكون بانها مجاوره الاف اكس حتكون كوساين يعني الاف اكس حتكون اف كوساين بيتا ناقص الف موجبه لانها نفس الاتجاه مع الاكس بالنسبه للمحور واي يعني بننزلها على المحور واي بتكون نفس المتجه بتكون موجب هذه الاف واي الزاوية هذه هي نفسها الزاوية هذه لكن هنا مقابل بأنها مقابل حتكون ساين يعني الاف واي حتكون اف ساين بيتا ماكس الفا هذه هو يعني التمرين في الاحداثيات بتاع كل قوة شفتوا يعني على حسب الاتجاه بتاع المحاور او على حسب مكان وجود الزاوية طيب نمر للبروبلم 3 في البروبلم 3 شو يقول يقول انه هنا في اربع قوى اللي هي الاف 1 والاف 2 والاف 3 والاف 4 في كل حاله بيعطيك الماجنيتيود نتاعها يعني يعطيك الماجنيتيود نتاع القوه يعني فور فورسز اكت اون بولت يعني موجود اربع قوى في النقطه اي يقول لك ديترمين ذا ريزيدنت اوف ذا فورس اون ذا بولت يعني المحصل نتاع القوه هذه اول شيء بيطلب منك انك تسوي الريزولت تاع الاتش فورس انتو ريكتانجل كونسن يعني كل قوه بتنزل على المحاور اكس واي يعني كل قوه تجيب لها الاف اكس نتاعها والاف واي نتاعها وبعدين ديترماين ذا كومبس اون ذا ريزلت باي ادينج ذا كوريسپوندنت فورس كومبوننتس يعني بعد ما ننزلها من المحاور على المحاور كل القوه الاربعه على المحاور حنجمع على المحور اكس وحنجمع على المعرض على المحور واي في الاخر حنحسب الماجنيتيود والدايركشن نتاعت المحصله نتاعها طيب الاسئله الجوبه هذه حنجاوبها في يعني من خلال تعمير الجدول التالي اول شيء يعني حنسوي يعني المحصل او الكومبوننتس نتاع كل قوه موجوده حنبدا بالاف 1 الماج يعني الماجتود تاع الاف 1 كم هي 150 هنا نكتب 150 اوكي بالنسبه للاف 2 الماجنيتود نتاعها اللي هي 80 نكتب هنا 80 بالنسبه للاف 3 اللي هي هذه الماجنيتود نتاعها 110 دائما الماجنيتود بيكون موجب سبب ما يكون سالب بالنسبه للاف 4 طبعا سهله الماجنيتود نتاعها اللي هو زي ما شايفين هنا اللي هو 100 طيب نمر للاكس كومبوننت يعني اكس كومبوننت يعني المـ المـ يعني التنزيل على المحور اكس وهذه الواي كومبوننت حنبدا بالاف 1 يعني هنا حنشتغل على الاف 1 وهنا الاف 2 وهنا الاف 3 وهنا الاف 4 حنبدا بالاف 1 هنا الاف 1 بالنسبه للاف 1 لو ننزلها على المحور إكس بتكون هذه هي الإف 1 إكس، من الأخير بتكون كم؟ بتكون إف 1 اللي هي 150، يعني هذه هات حتكون 150 كوساين 30، يعني هذه هي 30. 150 كوساين 30 طبعاً بتكون بالموجب لأنها نفس الاتجاه. لو نحسبها نلاقيها 129.9، لكن موجبة، ليش؟ لأن نفس الاتجاه. بالنسبة للواي بتاعت الإف 1، بنزلها على المحور. بتكون هذه إف. واي، اللي هي حتكون هذه نفس الزاوية ثلاثين، يعني حتكون كم حتكون مية وخمسين في الساين ثلاثين، نفس الشيء حتكون بالموجب. لو نحسبها هذه نحصلها خمسة وسبعين، يعني موجبة طبعاً. نفس الشيء بالنسبة للأف 2 بالنسبة لاف تو هذه الزاوية عشرين، لو ننزلها على المحور إكس يعني بتكون هذه هي الأف 2 اكس 2 x بتكون يعني هذه بالساين لان يعني الزاويه هذه عشرين هذه سين 20 لكن هنا بالمايس عكس الواي يعني بتكون ماينس الاف 2 اكس هتكون ماينس 80 ساين لو نحسبها بنحصل ناقص 27.4 لو نمر للواي لو ننزلها على المحور واي نفس الشيء حتكون هذه يعني شايفين حتكون بالموج بنفس الاتجاه مع الواي لكن حتكون بالكوسين يعني حتكون كم هذه حتكون ثمانين كوسين عشرين ثمانين كوسين عشرين لو نحسبها بنلاقي خمسة وسبعين فاصلة اثنين خمسة وسبعين فاصلة اثنين طبعا بالموج نمر للأف ثري الأف ثري هي موجودة على المحور واي يعني لو ننزلها على المحور اكس بيكون زيرو يعني هنا حيكون زيرو هنا لو ننزلها على المحور واي بتكون يعني بالسالب ونفس القيمة هذه يعني تكون ناقص مية وعشرة بالنسبة لأفر لو ننزلها على المحور إكس تكون هذه بتكون هذه الزاوية 15 طبعا بتكون يعني مية كوساين 15 طبعا هذه هي مية هي الماغنيتود مية كوساين 15 يعني بتكون قيمتها ستة وتسعين فاصل ستة طبعا هذه حتكون بالموجب لو ننزلها على المحور واي بتكون هذه يعني بتكون بالسالب ليش لأن عكس الواي لكن حتكون القيمة هذه حتكون مية ساين يعني خمستاشر لكن بالسالب مية ساين خمستاشر بتكون خمسة وعشرين فاصلة تسعة لكن ما ننسى الماينس خلاص الحين حنجيب الريزلت المحصلة متاعهم هذم كلهم حنجمعهم يعني حنعمل سيجما ار اكس او سيجما اف اكس يعني اللي هي الار اكس سيجما ار اكس او ار اكس بنسميها زي ما عاوزين نسميها ار اكس يعني هي المحصلة على المحور اكس هي المجموعة متاعهم لكن ما ننسى بالشارع نحسبهم بالشاره بالموجب بالسالب حنحصل مية وتسعة وتسعين فاصلة واحد بالموجب طبعا بنفس الشيء الـ ROI اللي هي المجموعة متاع هذا من كل يعني نعمل خمسة وسبعين ناقص خمسة وسبعين فاصلة اثنين ناقص مية وعشرة ناقص خمسة وعشرين فاصلة تسعة حنحصل طبعا بالموجب اللي هي أربعتاشر فاصلة ثلاثة هذه هي الأر خلاص يعني جاء يعني خلصنا الجدول الحين حنحسب الماجنيتيود والدايركشن طيب عن الماجنيتيود اللي هي الريزلتنت اللي هي الار حتكون الار اكس سكوير الار واي سكوير تحت الجذر يعني حناخذ مية وواحد وتسعين مية عفوا مية تسعة وتسعين فاصلة واحد اللي هي تربيع مع أربعة عشر فاصلة ثلاثة تربيع كلها تحت الجذر التربيع حتكون النتيجة تحت الآر عفوا تساوي مية وتسعة وتسعين فاصلة ستة يعني نيوتن هذه هي الأر بالنسبة للزاوية يعني الدايركشن حتكون التانث يعني أو هنسميها تيتا حتكون تانث ماينس وان متاعت الأر y على r x يعني حتكون التانث ماينس وان بتاعت الار واي اللي هي أربعة فاصل ثلاثة على مية وتسعة وتسعين فاصلة واحد يعني نكتب أربعة فاصل ثلاثة على مية وتسعة وتسعين فاصل واحد بالالة الحاسبة وننزل على الشيفت ونحط التانث تطلع لك الزاوية تساوي أربعة فاصل واحد درجة طبعا هنا رезульт المحاصلة هي بالنيوتن هذه هي قيمة الدايركشن يعني هنا نكون خلصنا يعني محاضرة اليوم وإن شاء الله في المحاضرة الجاية بنزيد نفهم أكثر المحتوى متاع الشابتر هذا من خلال شرح بعض المسائل يلا السلام عليكم ورحمة الله